السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير حبايب قلبي. النهارده معانا استخاره بالقران الكريم لمجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه البيضاء، ومجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه الزرقاء. قراءتكم عامه ومفتوحه، وان شاء الله باذن الله تكون جميله وتكون عباره عن طاقه ايجابيه وفرج يا حبايب قلبي. طيب، مجموعة رقم 1 هي حرف الألف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. دي مجموعة رقم 1 أصحاب الشمعة البيضاء. مجموعة رقم 2 حرف الطاء، الظاء، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، واو، ياء. دي مجموعة رقم 2. هنركب مجموعة رقم 2 دلوقتي، وهنفضل مع مجموعة رقم 1 اصحاب الشمعة البيضاء، ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق علشان تعلوا الفيديو بتاعكم، ونشوف مع بعض الصورة اللي هتطلع لنا وهتنطبق علينا. بسم الله. التصوير حبايب قلبي بالكاميرا الأمامية، فالصورة هتدي معاكم العكس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة التوبة. بسم الله، ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، اول حاجة انتوا عندكم براءة الفترة اللي جاية من هم، من مشكلة، من حاجة تعبئكم. الهم ده ملازمكم في حاجات كتيرة جدا. فاولا هيكون عندكم خروج من حاجة مضايقاكم وتعبئكم. كمان في حاجة هتعملوها جديدة في حياتكم او على الارض الواقع بتاعتكم. انتوا بقالكم كام يوم في شوية مشاكل، في شوية زعل بينكم وما بين حد، لكن الامور هترجع لمجاريها وهيبقى في تحسن. هتقعدوا قاعدة مع ناس كبار في السن وهتتكلموا وهم هيتكلموا في حاجات كتيرة جدا هتختلف، لان هيكون عندكم بشرة، والبشرة دي سارة وكلها طاقات فرج على جميع الاسعد بتاعتكم. كمان في حد مش كويس معاكم، حد عمال يأذي فيكم، يطعن فيكم، حد مش زي ما انتوا فاكرين، يعني منافق وبيلعب على الطرفين، وهو ده موجود في حياتكم وبيتكلم معاكم وبيشرب معاكم، يعني ليه جزء كبير جدا من حياتكم، فلازم تخلوا بالكم من نفسكم. كمان عندكم حد عمالين تقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، مش صح، لكن هو ما بيسمعش كلام حد وبينفذ اللي في دماغه وبيعمل اللي هو شايفه صح. فانتوا عندكم قعدة حلوة، بس عايزاكم الفترة اللي جاية تهتموا بصلاتكم، وتهتموا جدا ان انتوا تكونوا قريبين من ربنا، لان في حاجة كبيرة حصلت في حياتكم اذتكم، وحان الوقت ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. حان الوقت تبصوا لحياتكم بالشكل اللي انتوا محتاجينه، مش الناس محتاجاه. مين الشخص اللي عندك مسجون، او الشخص اللي دايما بيتلعب بيه؟ الشخص اللي عندك طيب جدا، الشخص ده من كتر طيبة قلبه دايما بيتحط في خانة المشاكل السلبية والتعب النفسي. في حاجة كمان انت بقالك مدة فاقدها، لإما مال، لإما حاجة معينة بقالها مدة مفقودة من حياتك، دورت عليها كتير فيها، يبقى في كلام بينكم، او الحاجة دي هتلاقيها او هتعرف حاجة عنها الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا في خطوة جديدة، الخطوة دي هتكون فتحة جديدة لكم، ممكن كمان تكون فتحة خير، تغيير عتبة، تغيير حاجة انتوا عايزين تغيروها بقالكم مدة. في قعدة، والقعدة دي انت هتاخد فيها قرار حاسم. القرار الحاسم ده هيكون مع مواجهة مع حد، انت قررت ان انت تتغير، وبالفعل انتوا عندكم تغيير جذري لحياتكم الفترة اللي جاية، علشان التغيير ده هيكون في كمتكم انتوا. بس انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني هتخرجوا حية من حياتكم الحية دي، انتوا عملتوا المستحيل علشان تخرج من حياتكم، هتخرجوها من حياتكم
الفترة دي وهتطردوها وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والبلوك اللي بينك وما بين حد هيتفك، في بلوك عندكم هيتفك الفترة دي. انتوا ساكتين عن حقيقة او عن سر، ساكتين وما مش بتتكلموا، فانتوا هتحلوا مشكلة بقالها مدة انتوا ساكتين عنها ومش بتتكلموا، هتحلوها وهتاخدوا فيها طاقة تانية خالص وقرار تاني خالص. بس في حاجة محيراكم، في شوية وجع عندكم، انتم مش حاسين بالسعادة، مش حاسين بالاستكمال، بس دايما بتقول الحمد لله على كل حال. في مشكلة بتحاولوا تحلوها عندكم، او في ضغط نفسي بتحاولوا ان انتم فعلا تحلوه، بس في شخص مدبر لكم مكيدة. بس الايام اللي جاية هتخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، وهتلاقوا الشخص فعلا اللي يستاهل يكون موجود في حياتكم، وهتمروا بطاقة ايجابية، وهترموا من ورا ظهركم الطاقات اللي انتم متوزعة عليكم واخدة جزء كبير في حياتكم. الكوكب بتاعكم هيكمل الفترة اللي جاية، ومن بعد ما هيكمل انتم هتجددوا، هتشتروا الحاجة اللي انتم عايزين تشتروها. في كمان حد عندكم صاحب عربية، او حد عندكم ليه سلطة لحاجة معينة. انتوا دايما يعني دايما بقول لكم ان اللي محدش يعلم الغيب الا ربنا، فعشان كده في امور هتستجدوها عندكم، وحاجات قاعدة حلوة هتتعامل مع بقى فيها طاقة ايجابية من الشخص اللي هيجي يتكلم معاكم الفترة اللي جاية، وهيفتح معاكم مواضيع من الشخص اللي ظلمك واتكلم عليك، وعشان كده انت مازال بتعاني منه، وما توقعتش ابدا ان الشخص ده هو اللي ممكن يأذيك في يوم من الايام. انت بتفكر 24 ساعة امتى ربنا يفرجها عليك وامتى ربنا ييسر امرك. ما تقلقش خالص، انت استقرارك بنفسك هيبقى بسبب الاتصال اللي هيجي لك الفترة اللي جاية. بس انت متقلب المزاج اليومين دول، وضغط على نفسك وقافل على نفسك، ارمي ورا ظهرك كل اللي انت فيه، في حاجات كتيرة جدا في قلبك بتوجعك، حتى نبرة صوتك حزينة، عندك بشرة حلوة بالرضا من عند ربنا ليك، في حاجة حلوة قوي هتحصل لك الايام اللي جاية بإذن الله، هتعوضك وهتجبر خاطرك، وهتحس ان ربنا اكرمك من اجل ان انت تكون مبسوط. فانت بلاش يكون الفترة دي كلامك يكون يعني كلامك يكون كده دبش شوية في بعض الامور، عشان في ناس زعلانة منك وانت عايز تصالحها، انت واخد الامور كده بطاقة، فياريت تجدد من اللي انت فيه. انت ربنا منجاك من شخص كان مقيد ليك حفرة كبيرة، فبدأت ان ربنا يقف معاك فعلا وهيساعدك، بس ما تسمعش كلام الست اللي دايما يعني هي عايزة تأذي فيك. انت الست دي ما شاء الله عليها شطرة جدا ان هي تكسر بخاطرك. مين الصديقة اللي كانت من ابراج هوائية، كان بينكم صديقة من ابراج هوائية وغدرت بيكم، او عملت لكم عراقيل سلبية، او حد من برج الدلو كان عندك، وايه اللي حصل؟ الامور ما في امور عندكم حصلت بينكم وبين برج الدلو، توتر وحيرة. كمان انتوا هنا بتعاني من قلة الرزق اللي انتوا فيها حاليا، في ثقة بالنفس هتكون عالية الايام اللي جاية، وهتدخل في مشروع حلو. بسم الله ما شاء الله عليكم، تنجية من عذاب كبير على كتفكم، في مغامرات وفي دخول محكمة وهتطلعوا منها منصورين، في خبر انتوا هستجدوه الايام اللي جاية دي، انتوا هتاخدوا قرار حاسم وهتكونوا فرحانين قوي. في كمان هنا هدف قدامكم، الهدف ده انتوا طالعين السلم عشانه. طيب في جذر او في مشكلة بينكم وبين الاسرة، او بينكم وبين العيلة، انتوا مش مرتاحين بينكم وبين بعض، في سر هينكشف،
هيخليكم تاخدوا قرار، وهيخليكم كده تعيدوا ثقتكم في الحسبان بشكل تاني. كمان انتوا قررتوا ان انتوا يعني قررتوا ان انتوا تكتشفوا، انتوا عمالين عايشين في المغامرة الايام دي، من اكتر الايام اللي فيها مغامرات عالية، بس في شك. انتوا ماشيين ورا الشك اللي في حياتكم، ولا انتوا في حاجة معينة شاكين فيها؟ في شخص بيتجسس عليكم، خلوا بالكم، شخص بيراقبكم بكل الطرق، وبينكم وما بينه حاجة كبيرة. في تعبان، التعبان ده يعني تعبان كبير كبير قوي، واقف كده ومتعمد ان هو يأذيك، خلي بالك. بس انت هتموته، انتوا هتموتوه. العاطفية عندكم لازم تهدوا اللعب الفترة دي خالص. انتوا عندكم الشريك بيحبكم قوي، وحابب ان انتوا تكونوا واثقين وان هو بيحبكم، بس انتوا مش مستحملين، بتمروا بمشاكل كتيرة جدا الفترة دي وبضغوط نفسية، وكمان عليكم عين كبيرة مأثرة عليكم بشكل كبير قوي، والضغوط اللي انتوا مقصرة، انتوا رميتوا شبكة ناس كتيرة جدا، او رميتوا طوبة حد كبير، حد عندكم في حياتكم، بسبب ان انتوا حسيتوا ان الاشخاص دول بيبصولنا في حاجات كتيرة جدا. انتوا مش حاسين بالراحة في ارض بيتكم، مش حاسين بالراحة في حياتكم بالكامل. فقريب جدا هتشتغلوا، قريب جدا هيبقى فيه الطريق هينور من بعد الضلمة اللي عندكم، او من بعد الخنقة اللي انتوا فيها. فانتوا هتجددوا في حاجات كتيرة جدا. بسم الله، كمان بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. لا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تجديد في حاجات جديدة، كمان في انتصار. الانتصار ده انت هتخليك تبقى في قمة الازدهار، وهتخليك عندك خطوة جديدة ومندفع لتجديد كتير. انت ناوي على سفر، ناوي على في ورقة حد هيفتحها معاك، او في انت هيكون عندك لقاء بمنصب حد، وبعد كده هتاخد خطوة جديدة في اللقاء ده. انت عندك لقاء حلو، ومن وراه هيبقى فيه صفقة، وممكن كمان البعض منكم هيبقى فيه صفقة. الصفقة دي هتحس ان هي تعويض ليكم، يعني انتوا ما شاء الله عليكم عندكم ازدهار، بس الصلة الكبيرة القوية بالست الكبيرة العجوزة دي، بتدعوا دايما ربنا. حصل عندكم اليومين دول حرفيا مشكلة بينكم وبين حد، وشدتم مع بعض، حد قال عليكم كلام مش لطيف، فانتوا شدتوا مع بعض وخدتوا كده موقف تاني، في شدة شدتوها انتوا الايام دي، وزعلتوا مع بعض بسبب كان في فتنة او بسبب حد وصل لكم كلام. في مشكلة عندك برضو متعلقة بخصوص أطفال، لأما أنت عامل مشكلة بخصوص أطفال، لأما أنت مشتاق لأطفال بعاد عنك، الله أعلم. أنتوا عندكم طاقة إيجابية، عندكم خروج من محنة، المحنة اللي عاملة لكم عكوسات في كل حاجة، حياتك أو حياتكم هتكون ماشية زي ما أنتوا عايزين. أنتوا طول ما الفترة دي بتخرجوا اي طاقات سلبية من حياتكم، دايما هيكون في ازدهار وثقة بالنفس، انتوا اقوياء جدا، فبلاش تخلوا الطاقة السلبية تكون ضغط عليكم. الحظ عندك ومن جانبكم، شراء حاجات جديدة وبشر جايلكم في خير، في استكمال خطوبة، استكمال جواز، وفي ارتباط. بسم الله ما شاء الله عليكم، حظكم حلو قوي الفترة دي،
وفي تجمع حلو، في مناسبة كمان حلوة، في حد هيتخطب، في مناسبة حلوة هتحضروا لها. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا هتنزلوا تشتروا حاجة جديدة عندكم. الحاجة اللي هتشتروها دي هتكونوا مبسوطين جدا بيها، الكوكب بتاعكم كامل. فخلوا بالكم انتوا عندكم نجاح في دراسة، وكمان في شخص هنا انتوا مش هت يعني مش هتتكلموا، يعني انتوا ممكن تاخدوا معاه خطوة جديدة. البعض منكم ناوي على استجداد في شراء، استجداد في حاجات، رغم ان عندكم معكوسات بتحصل عندكم، بس انتوا في طاقة تانية خالص. ايه كمان زي ما قلت لكم، الشخص اللي محبوس او في سجن او في ضيق، او شخص عندكم في خنقة او في ضيقة، بإذن الله ربنا هيفك كربه. انتوا فوضتوا امركم لله، يعني خلاص ما بقيتوش محتاجين اي حاجة. بس بلاش تتعاملوا بنية صافية مع اتنين زي ما قلت لكم مقربين ليكم. انتوا هنا طول الوقت عيونكم مقفولة، طول الوقت خمول وكسل، وقافلين على نفسكم. فركزوا كويس جدا انه في رسالة وفي عرض هيتعرض قدامكم الفترة اللي جاية، وربنا هيبارك لكم في المال اللي هيدخل لكم. انتوا زي ما قلت لكم فلوسكم متبخرة، ومن ورا فلوسكم متبخرة دايما حاسين بتقلب المزاج وبتقلب الامور. كمان هيبقى في اطفال هتشوفوهم من بعد غيبة كبيرة، او انتوا ناويين، البعض منكم ممكن يكون في غربة اصلا، هيبقى في رجوع وهيبقى في كلام حلو. برج الثور بينكم وما بينه حاجة، في حاجة، في رابط قوي بينكم ما بين برج الثور، او صلة قريبة. كمان انتوا هنا بسم الله كمان هتكونوا مندفعين قوي عن شخص، هتدافعوا عن حقيقة انتوا عارفينها. في حد هيحاول يرمي عليكم تهمة، او حد هيحاول يتكلم، الله اعلم، بس انتوا هتكونوا مندفعين وهتاخدوا خطوة ايجابية وخطوة تانية خالص. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة، الحاجة دي يعني هتخليكم توصلوا بسرعة للهدف بتاعكم. انتوا اصلا بتخططوا في السر الفترة دي، ما بقيتوش تشاركوا تفكيركم مع حد زي الاول، بتقولوا انا هكتم وداري واشوف الدنيا هتحصل فيها ايه بالفعل. عشان كده انتوا شغالين وكاتمين وساكتين، ما بقيتوش زي الاول. ففي خطوط ايجابية انتوا ماشيين عليها. في كمان هنا في حد ماشي في طريق مش كويس، في حد بيلعب في سكة مش كويسة، او بيشرب حاجات مش لطيفة. فانتوا هنا بتحاولوا ان انتوا خلاص خلاص في حاجات كارهينها بشكل كبير. في شخص عندكم غدار، او شخص مغادر، شخص بيخون. انتوا دايما كنتوا اضحياء. برج الجوزاء ظلمكم بشكل كبير جدا، وهتاخدوا حقكم منه الفترة اللي جاية تالت ومتالت، علشان برج الجوزاء ده حطمكم بمعنى الكلمة. فعشان كده ربنا هيكسر أمركم وهيفك، يعني هيفك الضيقة اللي عليكم. وبسم الله ما شاء الله عليكم، هتحاولوا تعالجوا المشكلة اللي بدأت تظهر في حياتكم، هتعالجوها. ولو عندكم اي ضغط نفسي انتوا هتهربوا منه، انتوا اصلا بترموا دلوقتي اي حاجة اذياكم ورا ظهركم. في ناس بتحاول تبعدكم عن الشريك، او بتبعدكم تحت مسمى ان هي خلاص. في حد عندكم اتصاب بمرض او تعب وبياخد علاج، او مازال بياخد علاج عندكم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه. بس دايما اقول لكم ان الشريك بيحبكم قوي، فلو في حاجة، في سحر او في مشكلة او في ضغط، خلي بالكم ان لما بيكون في سحر الشريك ما بيكونش في وعيه، ما بيكونش عارف هو بيعمل ايه، او عارف هو بياخد قرار ازاي. كل همه الانفصال، او كل همه الخروج من المحنة اللي هو فيها. فياريت ما تظلموش،
انتوا ممكن تكون حصل عندكم خطوبة وما كملتش بسبب كلام سلبي، وعشان كده مازال بتعانوا من القهر والظلم من الاهل. ايه، وبرضه كان في مشكلة بينكم ما بين اخ، ايه، عايز ياخد حقكم، طمعان في اللي انتوا فيه. الطمع دايما واخد جزء كبير جدا في حياتكم، وده بسبب ان انتوا دايما في طاقات متوزعة عليكم. بس خلي بالكم، كل حاجة هتحصل الفترة اللي جاية هتكون من صالحكم انتوا، ومن بعد كده هيكون في خروج من حاجات جديدة، حاجات قديمة، وهتدخلوا في حاجات جديدة، وهتكونوا مؤمنين جدا ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في الوقت المناسب، علشان انتوا طال انتظاركم. والسفر عندكم فتحة قسمة كبيرة جدا الفترة اللي جاية، في سفر او تخليص ورق عاطل او تخليص ورق في محاكم، الله اعلم. انتوا عندكم خروج افعى من حياتكم، الافعى دي كبيرة وليها مدة كبيرة في حياتكم، علاقتكم بيها سامة او بمعنى اصح نرجسية. الفترة دي كمان في تقدم في مواضيع او في طاقة تانية، بس انتوا عندكم موضوع خايفين منه الفترة دي، عندكم شوية خوف، شوية قلق، لا اما خايفين على نفسكم، لا اما خايفين من المستقبل، لا اما خايفين على حد عزيز في حياتكم. وزي ما قلت لكم وبشرت لكم، انتوا عندكم خروج افعى او خروج طرف ثالث، خروج حد بيأذي فيكم، بيأذي في حياتكم، يعني تحس ان هو متسلط عليكم. وفي نفس الوقت عندكم مولود جديد او نجاح او ازدهار او توفيق كبير جدا، حالة من السيطرة على نفسكم، هتطلعوا من خروج من الحزن اللي انتوا فيه والزعل النفسي. مشكلتكم ان انتوا خدتوا مدة كنتوا ماشيين ورا واحدة، الواحدة دي فعلا عرفت ازاي تلعب بيكم وتكسركم، فياريت تخلوا بالكم في مواجهة. المواجهة دي هتكون حلوة، ومن ورا المواجهة دي هيبقى في خطوبة هتكمل على خير بإذن الله، وانتوا قررتوا تاخدوا حقكم من ناس موجودة في حياتكم وسببت لكم أذى. كمان انتوا عندكم بشرة بسلطة مال او مكالمة في الطريق ليكم، المكالمة دي هتبقى في سعادة ليكم حلوة قوي، وهتكونوا قد ايه مبسوطين. انتوا شفتوا كتير من الدنيا فمستنيين فرج ربنا على حياتكم، فما تقلقوش خالص. طاقة القيادة اللي عليكم، انتوا متقيدين في علاقة ومش مرتاحين او زعلانين مع حد. في كمان هنا اعجاب، انتم معجبين بحد او في حد معجب بيكم، في طاقة تانية مختلفة. رغم ان انتوا عندكم شوية خوف وشوية قلق، بس عندكم انفراجات بخصوص موضوع شاغل بالكم. كمان اي عايزة اقول لكم بتبشيرة حلوة بخصوص خروج من بيت او طاقة تانية، انتوا ناويين تشتروا بيت جديد، ناويين تجددوا من حياتكم. النية بتاعتكم دايما بتخرجكم من ازمات كتيرة، عندكم مقابلة، والمقابلة دي برضو هتكون مفاجأة ليكم، مش هتكون في الحسبان. انتوا دايما بيقولوكم ان انتوا عندكم سحر بيتجدد لكم بالمشاكل السلبية، لا انتوا بس عندكم شوية خوف وقلق ومهملين جدا في صحتكم. والأفعى هتخرجوها من حياتكم وهتطردوها بره. في كمان شوية دين وخنقة، ويعني خمول وكسل، تكتيف، أحلام مزعجة، القولون عصبي عندكم بسبب الخوف. بس عندكم طاقة إيجابية، عندكم حمامة جايبالكم رسالة من على بعد، من على سفر. بس كمان انتوا مشتاقين لتسمعوا صوت حد، أو في لهفة عندكم، في حب، في حاجة تخص العاطفة مستنيينها بقدر المستطاع. كمان عندكم بشرة بألمة حلوة في العيلة، بس في حزن في عيونكم باين قوي، في ملامحكم باين قوي على شكلكم، بتحاولوا تكتموا، بتحاولوا تداروا، بتحاولوا تخبوا، بس الحزن برضو مازال باين. البعض منكم عنده أحلام مزعجة، بتحلم بحاجات كتيرة جدا، وعشان كده بتحاول تبعد عن اي توتر واي انفعال، اي خوف، اي حاجة تأذيكم. فقدتوا ثقتكم في اتنين، مستحيل ثقتكم ترجع لهم تاني، اتنين معينين في حياتكم فقدتوا ثقتكم فيهم، ما بقيتوش واثقين في اي حاجة هما بيعملوها.
كمان انتوا الفترة دي بتحاولوا ان انتوا تاخدوا جزء من الراحة، علشان بتقولوا انا تعبت الفترة دي، فلازم ارتاح ولازم اطلع من اللي انا فيه، وعشان كده عندك خطوة جديدة او خطوة هتاخدوها اتجاه حاجة جديدة في حياتكم. في شخص بيحاول يخدعكم، الحد ده عنده منصب او بينكم وبينه حاجة بيحاول يخدع فيكم، بس انتوا بسبب ان انتوا دايما هتكونوا مميزين وهتكونوا اشخاص على حق، ربنا هو اللي هيخرجكم من اي ازمة انتوا بتمروا بيها الفترة دي. كمان انتوا هنا ساعات بتكونوا قاعدين بتهزروا وتضحكوا والموضوع بيقلب ضد، يعني ساعات بتكونوا كده قاعدين في امان الله وفجأة المواضيع بتتأثر او بتتقلب السلبيات. عندكم حد دخل حياتكم اخذ منكم اشياء كتيرة جدا، الحد ده على الرغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معاه، بس هو مقدرش اللي انتوا عملتوه عشانه، مقدرش غير الخيانة، يعني هو خان وعض الايد اللي اتمدت له، وانتوا قررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه بأي طريقة علشان انتوا ما بتحبوش النفاق في اي علاقة او في اي حاجة، وعشان كده عندكم تبديل خالص. وفي كمان سفر، السفر ده هيكون خير ليك، في اكتر من مكان هتروحوا الفترة دي وهيبقى فيه امور حلوة. الفرصة اللي عندكم مش عايزاها تضيع منكم وممكن ما تتعوضش تاني، الايام اللي جاية دي هتكون ايامكم، عندكم رجوع مع ابراج نارية الفترة اللي جاية وهيبقى فيه طاقة ايجابية، بس انتوا قلبكم محروق من حد، في حد زعلانين منه، حد مخنوقين منه الله اعلم، في حد زعلانين بينكم وما بينه الله اعلم، بس في عندكم قعدة صلح وقعدة لقاء حلو. في حد انتوا قررتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا تمشوا. في كمان انتوا هنا ناويين تشتروا بيت جديد او ناويين تشتروا عربية، ناويين تشتروا حاجة معينة، بس في شوية معوقسات ماشية معاكم وانتوا مش عاجبكم الحاجة دي. نجمكم خفيف ودايما بيلمع، دايما كده في طاقة بتوزعوها على نفسكم، بس الوضع عندكم مش عاجبكم او انتوا مش عاجبكم الوضع اللي عندكم، وعشان كده عندك شوية امور فيها عراقيل، في عرض حلو والعرض الحلو ده هيكون فيه اخبار طاقة تانية مختلفة، في جبر خاطر من عند ربنا من بعد المعاناة اللي انتوا شفتوها. طيب عندكم ضربات قلب سريعة ونغزة بتجيلكم من غير اي سبب، في حد انتوا مش متفاهمين معاه بس انتوا بتحبوه جدا ومفيش تفاهم بينكم. كمان انتوا عندكم عدالة دايما في حياتكم ودايما في كلامكم، بس بينكم وبين المقربين ليكم في شوية ذبذبة، عندكم المعدة وجعاكم جدا، المعدة عندكم بتشتكوا منها من غير اي سبب، في ربح هتحققوه الفترة اللي جاية والربح ده هيكون خير. طيب انت هنا في موضوع هيتفتح معاك بخصوص مال مع اهل او مع احبة، وهتكلموا مع بعض وهتحاولوا ان انتوا تاخدوا حقكم بطريقة مختلفة. طيب انتوا عندكم نقلة جديدة او عندكم حاجة جديدة انتوا هتخطوها بشكل ايجابي الفترة اللي جاية دي، هيكون في اتصال حلو جدا ليكم وهيكون في اخبار حلوة. طيب الامور اللي عندكم دي فيها تجديد او فيها طاقة تانية مختلفة، في امر عندك ماشي وراضيك بس انت مقلق منه، في ناس بترسم العلاقة وبترسم ان هي بتحبكم بس هي ما بتحبكمش، هي بتأذيكم بأي طريقة، انتوا عايشين ببركة ربنا وبتقولوا احنا راميين حملنا على ربنا وان شاء الله بإذن الله ربنا هيبشرنا. الطاقة السلبية دي مخلية النفسية بتاعتكم مش مرتاح، عشان كده انتوا شايلين هم كبير على كتفكم، ارموا ورا ظهركم الفترة اللي جاية دي، انتوا هتعملوا حاجة او حاجة معينة طال انتظارها وهتكونوا مبسوطين جدا بيها. كمان انتوا هنا هيبقى في حد من ابراج زيكم هيرجع لكم وهيبقى في امور مستجدة عندكم وهتاخدوا حظ حلو.
السفر عندكم مفتوح وهيبقى في عدالة بإذن الله، الدنيا هتبدأ تتيسر معاكم وكل الهموم اللي انتوا شايلينها دي هتنزاح من على كتفكم وهيبقى في طاقة إيجابية. كمان انتوا هنا عندكم زيارة لحد والحد ده هتزوروه وهتقفوا معاه. اي نعم انتوا مظلومين من ناس كتيرة جدا، بس مش عايزاكم الفترة دي تاخدوا قرار في تسرع عندكم، لا عايزاكم تفكروا كويس جدا وما تفكروش بأي طاقة سلبية. بلاش من الوقت للتاني تحطوا حد في دماغكم ويبقى فيه مشاكل بينكم. عندكم قعدة حلوة، سهرة جميلة، طاقة إيجابية بإذن الله، والشخص اللي حاططكم في بالكم في الشغل ده وعايز يأذيكم مش هيقدر يعمل أي حاجة، وانتوا أصلا مش هتدوه أي اهتمام علشان انتوا عندكم رد اعتبار أو رد جزء من اللي ظلمكم الفترة دي. كمان انتوا هنا بتسموا الله في حاجات بتعملوها، في دعم ليكم، والدعم ده هيكون حلو من بعض الأشخاص ليكم، هيقفوا فعلا معاكم وهيساعدوكم وهيكون في طاقات إيجابية. انتوا دايما واثقين في نفسكم، وعشان كده دايما بقولكم انتوا مغرورين ومتكبرين وشايفين نفسكم، انتوا مش كده، انتوا بس مبتطلعوش غير الكلمة اللي هي عارفين رايحة فين وجاية منين، وعشان كده دايما بتعرفوا تاخدوا حقكم وانتوا قاعدين ومرتاحين، بس بالكم مشغول بناس حواليكم الفترة دي. ممكن كمان انتوا تكونوا متلخبطين، يعني انتوا متلخبطين بالماضي، بتفكروا كتير جدا في الماضي علشان بتقول الماضي احنا وقع علينا منه اذى كتير. اي نعم انتوا عندكم علاقة جديدة وطاقة ايجابية، بس الماضي كان بتاعكم مؤلم وكان قاسي شوية. كده نكون خلصت استخارتنا وطلعت لكم بعد سورة التوبة سورة يونس، يعني انتوا برضو معرضين لهم او لمشكلة كبيرة، ودايما سورة يونس بتطلع لكم يا اصحاب مجموعة رقم واحد. دلوقتي طبعا هنشوف مجموعة رقم اتنين ونقول بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مجموعة رقم اتنين اهي، ونقول بسم الله. اصحاب المجموعة رقم اتنين اظهروا معايا يلا كده، انزلوا باللايك وبالتعليق، والشمعة الزرقاء هي شمعتكم، ونقول بسم الله. سورة الروم بسم الله، سورة الروم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب عندكم رجوع لحد من غياب، حد غايب عنكم، حد شايلين همه، شايلين مسؤوليته، لكن بقاله مدة بعيدة عنكم. ممكن يكون عندكم لم شمل، عندكم كلام هيتقال مع حد وهيبقى في لم شمل، ضيعتوا عمركم او ضيعتوا اكتر من سنة في هم وفي غم عليكم. بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في فرح، هيكون في نصرة حلوة، هيكون في خروج من هم، لأن ربنا يشاء الافضل ليكم. بس انتوا حاليا مش حاسين باي تقدم، حاسين ان الامور فيها تراجع، مفيش استكمال في اكتر من حاجة، بس شاطرين جدا ان انتوا تتغلبوا على المشاكل اللي عندكم. عندكم زي ما قلت هم وانتوا بتتغلبوا عليه، علشان انتوا دايما بتبينوا اقوى ما فيكم، يعني مش لازم تبينوا ان انتوا اضعاف وان انتوا في حاجة تعباكم، بالعكس انتوا بتبينوا اقوى، وده اكتر حاجة مدياكم طاقة ايجابية الفترة اللي جاية او هتديكم طاقة ايجابية. افعلوا ما تشاءوا لانه باذن الله هيكون خير ليكم، علشان زي ما قلت ان انتوا في هم، في كسرة قلب، في شوية وجع متعرض لها، فان شاء الله باذن الله هيكون في نصيب حلو جدا ليكم وهيكون في بشرة سارة. في غيمة، غيمة على وشكم، الغيمة دي في تفكير، يعني ممكن يكون في حد بيحاول يأذيكم وانتوا مش شايفينه، او مش شايفينه انتوا، بس ايه مش متوقعين ان الشخص ده هو اللي عمال يلعب بيكم كده. عندكم اتنين، الاتنين دول حاطين عينهم عليكم بكل الطرق،
بس انتوا هتكشفوهم على حقيقتهم وهتطلعوهم بره حياتكم وهتكونوا اصحاب قوة خارقة. ما شاء الله عليكم دايما مميزين ان انتوا تاخدوا حقكم من كل اللي بيظلمكم وكل اللي بيجوا عليكم، وعشان كده هتتفتحوا قدامكم بيبان حلوة وهيكون في سعادة طال انتظارها وهيبقى في دعم. اي نعم في شوية تراكمات عندكم وفي شوية مشاكل، بس ربنا هييسر امركم الفترة اللي جاية وهيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان الدموع اللي عندكم من غير اي سبب دي لازم في اسرع وقت تطلعوها من حياتكم وتبصوا ان انتوا تحلوا اي مشكلة بينكم وما بين نفسكم. المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الازمة والحيرة انتوا هتحلوها. كمان انتوا اغلب وقتكم قاعدين في البيت، اغلب وقتكم مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي انتوا شفتوه منهم. دايما في ناس بتفهمكم غلط رغم ان انتوا بتكون نيتكم اتجاههم صح، بس هم بيفهموكم غلط وبيحاولوا ان هم يأذوكم. انتوا شغالين على حاجات كتيرة جدا في حياتكم، في اكتر من طريق مفتوح قدامكم، في امور بتتجدد معاكم والامور دي حلوة ليكم جدا وهيبقى من وراها سعادة بإذن الله. انتوا كمان متصالحين جدا مع نفسكم، دايما بتطبطبوا على نفسكم ودايما بتحبوا ان انتوا يكون عندكم طاقة ايجابية وطاقة مختلفة. بس في شخص عندك دايما بيحسسك ان انت ولا حاجة، بيقلل من شأنك دايما، بيقلل من اي حاجة عندكم، بس انت مش بتتكلم خالص وساكت. كمان انتوا تعبانين في شوية حاجات الفترة دي، ممكن يكون عندكم حاجة مع برج الحوت، هيبقى فيه طاقة تانية، في منافسة بينكم وما بين حد والمنافسة دي حطمتكم بمعنى اصح، بس انتوا بقيتوا اقوى من الاول. مين عندكم ناوي يعمل عملية او في عملية عايزين تعملوها؟ انتوا عندكم محاربة جديدة والمحاربة دي انتوا هتكونوا متفوقين فيها، علشان انتوا مش وراكم بس غير الحسد الشديد. في كمان تطهير نفس، تطهير قلب، خروج من أزمة، خروج من أي طاقة سلبية، وهتكونوا مبسوطين جدا. في ناس سامة موجودة ان هي تأذيكم وطال انتوا انتظاركم في حاجات جميلة هتتحقق الفترة اللي جاية. انتوا هتحاولوا تسافروا وبالفعل هيبقى في سفر بإذن الله. طيب ايه المصارعة اللي عندكم مع حد مش مرتاحين معاه، او في امور عندك مش ظابطه معاك قوي؟ انتوا ماشيين وساكتين وخدتوا صدمه قويه جدا من حد ما كنتوش متوقعين ان هو يصدمكم الصدمه دي. عندك حرف الالف وحرف السين وحرف الميم، 3 حروف دول موجودين بينكم، في رجوع بينكم الايام اللي جايه وفي امور حلوه. طيب انتوا ما تخلوش حد يتمكن منكم الفترة دي، علشان عايزين يتمكنوا منكم ويدخلوكم في دايرة الطاقة السلبية. انتوا يعني دايما بتكتشفوا الامور، يعني دايما انتوا روحانياتكم عالية وبتكتشفوا الاشخاص اللي حواليكم، فعشان كده بلاش تضغطوا على نفسكم وبلاش تيجوا على نفسكم. كمان انتوا هنا هتكونوا صحاب سلطة وصحاب قوة خارقة وصحاب حاجة جديدة في حياتكم، هتجددوا من نفسكم بشكل ايجابي. بس عندكم حد مغرور، حد متكبر جدا، وانتوا مش عاجبكم الوضع ده عشان انتوا ما بتحبوش حد يكون متكبر او مغرور، بتحبوا تتعاملوا ببراءة وبشكل كده لطيف وشكل ايجابي. بس الناس اللي موجودة في حياتكم حاسين ان انتوا اقل منهم، يعني حاسين ان انتوا قليلين، فانتوا قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش معاهم ولا حتى تفتحوا بقكم بشكل بينكم وما بين بعض. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش زي ما قلت لكم النفاق. بس انتوا الفترة دي بقدر المستطاع عندكم فلوس جاية، الفلوس اللي جاية دي انتوا مستنيينها بقالكم مدة كبيرة، هي هتكون حلوة جدا. بس طيبة قلبكم دي انتوا محسودين عليها، فبلاش تبينوا طيبة قلبكم زيادة عن اللزوم، انتوا اللي جايبين الوجع اللي فيكم ده لنفسكم. في حد بيقعد معاكم ويتكلم معاكم وبيطبطب عليكم ويطلع بره يتكلم عليكم وبيجيب سيرتكم، خلوا بالكم انتوا اصلا يعني زي الاطفال بالظبط، بتحبوا الحياة البسيطة وبتحبوا التواضع جدا، بتحبوا تكونوا متواضعين في كل حاجة، بس اتحملتوا حاجات محدش يستحملها
وكل اللي قالوا لكم احنا هنكون معاكم سابوكم، بس انتوا ماشيين في طريق خير، طريق النجاح هيبدأ معاكم الفترة اللي جاية. وخلي بالكم القوة ما بتجيش غير بعد كسرة القلب مرة واتنين، بتبدأوا بقى تفوقوا لنفسكم وتجددوا من اي حاجة. فانتوا عندكم هنا طاقة ايجابية وخروج من محنة، خصوصي الفترة دي، الفترة دي هيكون في تفاؤل وفي قعدة حلوة ولمة جميلة على جميع الأوضاع بتاعتكم. بس انتوا بطلوا ان انتوا تحكوا عن خصوصياتكم، انتوا هتكتموا اي نعم، بس الفترة دي في ناس كتيرة هتتدخل في حياتكم. وزي ما قلت لكم الطيبة والثقة اللي في الناس ودايما كنتوا متسامحين هي اللي وقعتكم في مشاكل، طيبتكم وثقتكم في الناس هي اللي خلتكم حاليا بتعانوا. فياريت تبطلوا ان انتوا تقعدوا تفكروا في ناس كتيرة جدا اذتكم. انتوا كمان من الاشخاص كده، البعض منكم ممكن يكون شغال في حاجة حكومية، حاجة كده ليها سلطة، حاجة حلوة، انتوا دايما دماغكم شغالة 24 ساعة، وعشان كده بتحبوا تسيطروا على نفسكم. في حاجة من بعيد انتوا باصين لها وعايزين تحققوها، هتتحقق بإذن الله طول ما انتوا متوكلين او طول ما انتوا حاطين قدامكم ان ربنا هيساعدكم. بالفعل بإذن الله ربنا اكيد هيساعدكم في الوقت المناسب، بس انتوا ما تشغلوش بالكم بتفكير سلبي حواليكم. ليه؟ علشان التفكير السلبي ده بيأثر برضو عليكم وضغطكم انتوا في حاجات كتيرة جدا. انتوا هنا الفترة دي هيبقى فيه بصوا لمة حلوة وقعدة لطيفة وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا دايما عندكم احساس ملازمكم بالوحدة، بس من ورا الاحساس اللي ملازمكم ده قافلين على نفسكم بيبان كتيرة زي ما قلت لكم، وما بتتعاملوش مع ناس، بس انتوا هتفقدوا الزعل اللي انتوا فيه ده، وهتبصوا للحياة بشكل مختلف، وهتحاولوا تجاوبوا على الأسئلة اللي في حياتكم أو الأسئلة اللي في بالكم، ومن بعديها هتبقوا أشخاص مختلفة بشكل كبير جدا. الانهيار اللي انتوا داخلين فيه ده بسبب ناس معينة قصدا ان هي تكسر بخاطركم، ربكم هيكرمكم من حيث لا تحتسب. بس انتوا الفترة دي عندكم تقليب المزاج، في ثانية مزاجكم بيتقلب، بيبقى عندكم تقلب في المزاج بسرعة بسبب ان انتوا خايفين، دايما بتخافوا ودايما في احلامكم بتشوفوا افعى، وعشان كده بتهربوا من اي حاجة في حياتكم، خلاص بتهربوا ومش عايزين تتعاملوا مع حد. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في طاقة، الطاقة دي هي حد هيجيبها لك، الحد ده بيحبك قوي، بس انت قررت ان انت ما تسامحش اي حد ظلمك او اي حد كسر بخاطرك. عندك رسالة حلوة، والرسالة دي هتحس ان هي تعويض من عند ربنا من بعد الصبر ومن بعد الامور اللي انت اتمنتها وما حصلتش، في حان وقت ان ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. بس دايما اقول لك ان انت خدت يعني انت استكفيت من وجعك في الحياة واستكفيت من اللي انت شفته في الدنيا، فحان وقت ان انت تبص للحياة بالشكل اللي انت محتاجه. كمان انت في امور كتيرة جدا بتسعى الفترة دي علشان تغيرها. مين الشخص اللي عايز يطلب منك فلوس بس انت احتمال ترفض علشان الشخص ده ممكن يكون كذاب؟ بس ليه بينكم وبين الشريك الفترة دي في تقلب؟ في تعويض عندك في مبلغ ضاع منك الفترة دي، في كمان دخول محكمة، انتوا فعلا بقالكم فترة في مشاكل في المعدة وحاسين بالوحدة بشكل كبير جدا، عندكم علاقة مع أبراج ترابية، ممكن يبقى في كلام الفترة دي، بس انتوا متعلقين بحد جدا، في حد متعلقين بيه أو حد بتحبوه بشكل كبير، في حد تعبكم هو كان سبب الرئيسي في الوجع وفي الألم اللي انتوا فيه ده، وعشان كده حصل بينكم فراق وقررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا ان انتوا تخلعوا خالص علشان ما تحسوش بالأذى. في حرية الاختيار عندكم، انتم بتحاولوا ان انتوا تخيروا نفسكم في حاجة، فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي هتاخدوا حقكم تالت ومتلت وهتكونوا اصحاب قوة وخارقة. كمان انتوا هنا محتاجين تعملوا يعني تعملوا حاجات جديدة، في علاقة حلوة
هتبقى طبطبة ليكم. بس في حاجة انتوا هنا واقفة معاكم، كل الاشارات عندك بتقول ان انتوا هتكونوا ناجحين وفي طريق حلو، وكمان ربنا هيسترها معاكم في السفر او في الحاجة اللي انتوا مستنيينها. طيب عايزة اقول لكم على حاجة جديدة، الحاجة الجديدة دي ان انتوا خلال 5 ايام، عندكم رقم 5 برضو، خلال 5 ايام دول انتوا هتاخدوا قرار حاسم. القرار الحاسم ده هتاخدوه هو صح، بس في حد هيحاول يأثر عليكم في مكالمة، المكالمة دي هتكون سلبية اتجاهكم، خدوا بالكم منها. الناس الخبيثة هم من المقربين اللي عارفين عنكم حاجات كتيرة. الشريك عنده في علاقة تانية، مهما هيلف يلف هيرجع لك علشان خاطر هو اصلا مش هيلاقي راحته غير معاكم. بينك وما بين حد، او انتوا عندكم اطفال بتحبوها، الله اعلم في اطفال عندكم انتوا بتحبوها الفترة دي، او في امور حلوة. كمان انتوا عندكم مواجهة، المواجهة دي انتوا هتخليكم تاخدوا حقكم بشكل كبير جدا. بطاقة تانية، انتوا زعلانين على حاجات معينة وانتوا اخطأتوا خطيئة لحد الان بتدفعوا ثمنها. دايما الزعل بيبان عليكم، بيبان على صوتكم، بيبان على شكلكم، بيبان على اي حاجة في حياتكم. الفترة اللي جاية دي انتوا هتختصروا حاجات كتيرة جدا، وكمان هيبقى في امور هتستجد معاكم. انتوا دايما بتتعلموا من اخطائكم، بس الغلطة اللي غلطوها دي سكتين ومش بتتكلموا عنها، في حاجات كتيرة جدا فقدتوها ومش عايزين تتعاملوا معاها في اي حاجة. انتوا دايما حاسين ان انتوا لوحدكم في مع يعني مفيش حد معاكم. بصوا هنا، انتوا ما شاء الله عليكم في يعني حاجة جديدة ناويين تعملوها الفترة دي، وفي حاجات هتخفوها من حياتكم اصلا، بس انتوا ممكن تكون عندكم نفور بينكم وبين الشريك الفترة دي، في نفور غير طبيعي. انتوا حاسين ان انتوا عايشين بس علشان تسعدوا الناس اللي حواليكم او علشان تيجوا على نفسكم. ومين الشخص اللي عايز يرجع لكم؟ الشخص ده يعني عايز يرجع لكم بأي طريقة، وبيراقبكم على اماكن كتيرة، بيعرف اخباركم بأي طريقة. الشخص ده انتوا حصل بينكم مشكلة وقررتوا ان انتوا خلاص، يعني حصل عندكم حاجات بس انتوا قررتوا تدعموا. كمان انتوا الحب مش من نصيبكم في الحياة العاطفية، يعني الحب عندكم فيه مشاكل، في خيانة اكتشفتوها، او في حد عرفتوا ان هو فعلا بيخونكم فخدتوا قرار حاسم. انتوا الفترة دي هي فترتكم للقرارات بتاعتكم، بتاخدوا قرارات كتيرة. في كمان انتوا ممكن تكون بعض منكم هيجيلكم عرض تجارة ممكن ترفضوا انتوا عشان انتوا مذبذبين ومش واثقين في حد. انا عايزاكم تفكروا كويس جدا علشان هيكون في استقرار حلو من ورا عرض انتوا هتوافقوا عليه. العرض ده هيكون رحمة ليكم كده. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتعالجوا الحاجة اللي في جسمكم تعباكم، في امور عندكم تعباكم في حياتكم هتعالجوها. البعض منكم بياخد علاج يعني علاج معين، فبإذن الله ربنا هيشفيكم. مين الشخص اللي انتوا كنتوا شايفينه بصورة ودلوقتي شايفينه بصورة تانية خالص؟ يعني حد كنتوا بصله بطريقة معينة وخلاص الفترة دي انتوا بصله بشكل مختلف خالص. انتوا زعلانين وحيرانين وتايهين في قرار او في حقيقة مدارية عليكم خصوصا الفترة دي. بصوا الصبر عندكم كتلة من الصبر بطريقة رهيبة وبطاقة مختلفة، رغم ان وشكم متغير وحزانة بس عندكم طاقة فرق وخروج من الذبذبة اللي انتوا بتمروا بيها. واقدر ابشركم بحاجة جديدة، الحاجة دي هتكون سعادة لكم وتوأم روحكم. ما تسمعوش كلام حد وامشوا زي ما انتوا عايزين،
دايما اقول لكم ان العين بتكره اللي احسن منها. اي نعم انتوا حاسين بالذبذبة في الماديات، حاسين بالوجع في الماديات، بس انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه الفترة اللي جاية. كمان في حد هيرجع يهتم بيك، الحد ده هيبقى مهتم بيك جدا، بس انتوا بتكونوا ملهوفين جدا في الحياة العاطفية، علشان انتوا عندكم في الحياة العاطفية عراقيل وشوية امور مضايقاكم، فانتوا الفترة دي هي هتكون فترتكم واثبات وجودكم. كمان انتوا عندك حد خلاص هيختصر حياته وهيرجع يقف معاكم وهيرجع يتكلم معاكم، رغم ان انتوا عندكم بعض العراقيل في شوية تصرفات او في شوية خطأ عندك، بس عندك طاقة إيجابية وعندك أمور حلوة. والطرف اللي تدخل في حياتك ونصب عليكم وخد فلوسكم، ربكم بإذن الله هيجيب لكم حقكم تالت ومتالت الفترة اللي جاية، وهيكون في تجديد في أمور وتجديد في تصرفات حلوة وفي طاقات مختلفة انتوا ناويين، ومادام ما انتوا ناويين هتلاقوا الفرج وهتلاقوا الخير. كمان ربك هيكرمك من حيث لا تحتسب، والخوف اللي انتوا قلقانين عليه ده هيبقى طاقة جديدة وهيبقى طاقة عامة وهيبقى طاقة مختلفة بكل الامور اللي عندكم، استجداد في اموركم، وهيبقى شبكة احلامكم قدامكم وهتاخدوا فيها حقكم، وهيبقى فيه بإذن الله بإذن الله تعويض ليكم. انتوا في شوية أمور مضايقاكم، وشوية الأمور دول انتوا هتاخدوا فيهم قرار حاسم، ومن بعد القرار الحاسم اللي انتوا تاخدوه ده هتقفوا على رجلكم من جديد وهتجددوا حاجات مختلفة في حياتكم الفترة اللي جاية. كده نكون خلصت المجموعة 2. كانت عندكم سورة الروم، وورا سورة الروم طلعت لكم سورة لقمان، وده بيدل ان انتوا في حيرة وفي كرب. ان شاء الله باذن الله تكون قراءتنا كانت خفيفه على قلبكم واستفدتوا منها، وانتظروا مني قراءات جديده اول باول ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه.